هذا وتباينت توقعات عدد من المواطنين حول الحكم المنتظر صدوره اليوم بحق الرئيس المخلوع حسني مبارك وباقي المتهمين، فبينما توقع البعض صدور حكم مغلظ، توقع البعض الآخر حصول مبارك على البراءة. أتوقع يفضل يأجله في الحكم على طول، يفضل يأجله في الحكم على طول على طول زي باقي القضايا. أما هم لو هيحكموهم مش هيخلوا حد منهم خالص، مفروض يعدموهم كلهم. لو مكان القاضي احكم عليه بالاعدام في ميدان التحرير هو وحبيب العدل والشله الفاسده، لان ما كانش دول يتحكم عليهم بالاعدام البلد دي مش هتنضف من الاخر. احكم بالاعدام. يصح ان هو يطلع براء لانه سنه وحاجات كتيره، المفروض انه يطلع براء ببراءته. اه لانه كان مغيب. هو ان شاء الله هيطلع براء ان شاء الله، هياخد براءه طبعا، عبراء عشان ما عندناش قضاء ولا عدالة. وكل العصابات أساسا اللي ماسكة البلد طلعت براءة، ليه؟ لأن رجعوا تاني، العصابة مسكت البلد تاني وما عندهمش استعداد، ما عندهمش استعداد يسيبوا البلد لحد.